بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. ميسي هو الفائز بالكرة الذهبية 2021، كشف التلفزيون البرتغالي الرئيسي ETV التابع لهيئة البث العامة البرتغالية أن النجم الأرجنتيني ميسي هو المتوج بجائزة الكرة الذهبية 2021. ووفقا للمصدر نفسه، فاللاعب الأرجنتيني سيفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للمرة السابعة في تاريخه. وكشفت مجلة ERTB أن اللاعب بالفعل تم إبلاغه هذا الأسبوع من قبل مجلة فرانس فوتبول بأنه الفائز بالجائزة هذا العام، وقد أجرى المقابلة المعتادة التي تتم سنويا مع الفائز بالكرة الذهبية. وفاز ليونيل ميسي الموسم الماضي بكأس كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني الموسم الماضي، وهي البطولة التي فاز خلالها بجائزتي أفضل هداف 4 أهداف وأفضل لاعب، كما فاز بلقب كأس الملك مع برشلونة، وتوج بجائزة هداف الدوري الأسباني 30 هدفا للمرة الثامنة في مسيرته قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي. وسيتم تسليم الكرة الذهبية 2021 لميسي في 29 من الشهر الجاري في باريس الليلة. وسيعزز ليونيل ميسي بهذه الجائزة رقمه كأكثر لاعب تتويجا بالكرة الذهبية في التاريخ برصيد 7 كرات ذهبية، بعدما حققها أيضا أعوام 2009 2010 2011 2012 2015 2019، ليبتعد بذلك بفارق 2 ذهبيتين عن أقرب مطارديه غريمه رونالدو صاحب 5 كرات ذهبية. وبهذا يحتفظ ليونيل ميسي بالكرة الذهبية التي فاز بها في عام 2019 بعدما تم إلغاء الجائزة في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كان روبرت ليفاندوفسكي المرشح الأبرز للتتويج بها. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.